هنبدأ دلوقتي نشوف الانفستمنت بورتفوليو ده اتعمل ازاي. الانفستمنت بورتفوليو ده هندخل عليه زي ما احنا شايفين كده، هو بيديني بيقسم الشاشة لثلاث اجزاء. الجزء الاول اللي هو البريفيو اللي هو خاص بعرض بقى الداتا موديل، الجزء الثاني اللي خاص بعرض الداتا، ودي الداتا اللي احنا رفعناها من الداتا موديل بتاعنا اللي مرفوع على الجيت هاب. وهنا لو انا عايز ابلود الداتا تاني، طيب لو انا عايز ابلود الداتا تاني احنا بنيجي هو ده اللي مرفوع على الجيت هاب، الفايل اللي هو بتاع البادجت، الفايل اللي هو بتاع الريس شيت اللي هو 04. طيب ليه بقى الفايل ده؟ احنا لو بصينا على الفايل ده على سوري على الشيت ده 04، هنبص نلاقي ان احنا حطينا فيه البيانات الاساسيه اللي بيتطلبها بناء هذا الموديل. طيب لو جينا هنا للبريفيو وحبينا نشوف هو الموديل ده محتاج كم معلومه عشان يعرضها بالراحه كده، نمبر 1 احنا احتاجنا الكلاس اللي احنا بنعمل له داتا فيجواليزيشن، اللي هو احنا هنقارن بين الستوك وبين الجولد وبين السوفت وير. وبالتالي الداتا سيت بتاعتنا لازم تحتوي على 3 كلاسز فيها الداتا بتاعتها، ده نمبر 1. نمبر 2 ان في صوره لكل كلاس، صح كده؟ يبقى كل كلاس هيبقى قدامه الايمج بتاعته عشان تفرق بينه عشان الفيجوالز تبقى شكلها لطيف. الحاجة الثالثة اللي هو الفاليوز بتاعتي، الفاليوز اللي هتتحرك وهتتطور عبر الزمان، والزمان ده اللي هو الاتريبيوتس بقى، من اتريبيوت لاتريبيوت الفاليو بتتحرك ازاي. وبالتالي احنا لو شفنا بقى الداتا سيت بتاعتنا هنبص نلاقي انه نمبر 1 احنا ايه اللي هو الايتم اهو، الايه ده بقى حطيناه فين؟ هو جاست بيقول لي ابلود الداتا، وهنا انا هكونفيجر الفيو بتاعنا. فنمبر 1 يبقى انا هختار ان انا هعمل ريس موديل، نمبر 2 ان انا هابلود الداتا بتاعتي، نمبر 3 هكونفيجر الداتا. الليبل بتاعي هو ايه؟ اللي هو الاتريبيوت اللي في الاكسل شيت اللي هو في السيل A. طيب الايمج بتاعتي فين؟ انا جبت اليو ار الز دي من على الانترنت، انتوا لو عملتوا داونلود وخدتوا اليو ار ال ده وحطيتوه في اليو ار ال في جوجل هتبصوا تلاقوه هيجيب لكم الصوره دي. الكاتيجوريز اللي هو انا عندي كام كاتيجوري، فانا معتبر ان الكاتيجوري هو الليبل ذا سيم هو الاي. طب الفاليوز بقى انا اديت له من سي لحد ايه اخر الشيت، اللي هي الفاليوز اللي عماله تتطور، انا كل شويه الفاليوز عماله تتطور بالشكل ده. طيب هو ده انا ممكن اعمله ازاي؟ يعني الناس ممكن تقول هو الداتا موديل دي ممكن تتعمل ازاي؟ نفتكر كده لما احنا جينا نعمل داتا سمرايزيشن، احنا عملنا داتا سمرايزيشن يوزنج بيفوت تيبل. البيفوت تيبل هي اللي تقدر تعمل لك الدايمنشنز دي، وبالتالي في البيفوت تيبل انت هتعمل دايمنشن في الاندكس بتاعك هو الايتم، وهيبقى الكولومز بتاعتك هي الير والمانث، يير ومانث، وبالتالي هتتكرر كده. وهتبصوا تلاقوا ان احنا في كل الامثله اللي احنا ذكرناها كنا بنتكلم على انه متصورين البيفوت تيبل ممكن تختصر ليا الداتا بشكل عامل ازاي. طيب هل في اي حاجه تانية؟ انا بصوا دخلت كام سيل، انا عملت ابلود للداتا، دخلت الاي، دخلت الاربعه سيلز دول، عملت بريفيو، عمل لي الفيجواليزيشن بتاعي وعملت ران. الران ده بقى هتبص تلاقي هنا بقى في بقى ديفرنت يعني كونفيجريشنز، يعني ممكن انت تتحكم في السبيد دي، ممكن تغير الكالرز دي، ولكن هو بالديفولتس بتاعته شكله لطيف جدا. وجاست ان انت تاكسبورت، يعني تخيل كده ان انا هعمل اي موديفيكيشن، مثلا ممكن اعمل اي موديفيكيشن، انا عايز اعمل هنا مثلا التايم، هنا السايز اوف سكرين، هنا الكالر، عايز اخلي الكالر اوف سكرين اخليه كده اهو، ابتدى شايفين الكالر بتاع الكاونتر اتغير. غير بقى انت بقى عايز تغير بقى تحط يعني ريكونفيجر الجراف بتاعك بالشكل اللي يرضيك ويدي ادد فاليو للفيجواليزيشن بتاعك. وبالتالي احنا متصورين يا جماعه
ال representation بتاعنا للداتا سيتس بتاعتنا هتبقى باورفول ازاي لو احنا بنقدر نعرض الايفولوشن اوف الداتا سيتس بتاعتنا، هيبقى يعني في غايه الروعه الفيجواليزيشن بتاعك، وهيبقى مبهر في الاداء للناس اللي حواليك. طيب ده كده الجراف ده، انا حابب ان احنا ممكن نعمله بايدينا. ممكن نقول نيو فيجواليزيشن اهو، هنزل انا طبعا ممكن ان انا اسيرش، انا عايز اقول هو ده اسمه ريس موديل، ريس اهو بار تشارت ريس، ممكن اعمله يعني هوريزونتالي او فيرتيكالي. لو انا دوست كده اهو هيجيب لي الايه المثال بقى ده تو بي ابلايد على كل الفيجواليزيشنز اللي موجوده. نمبر 1 بيدي لك بريفيو، اللي هو ده شكله فاينلي هيبقى عامل ازاي. طبعا انت اول ما هتشوف كده وهتشوف الايفولوشن بتاعت الداتا بتاعتك وهتشوف صور، هتقول انا نفسي اعمل زي ده. فتبص على الداتا سيت اللي هو عاملها، هتبص تلاقي اهو بيقول لك الليبل بتاعك هو الايه، فانت كده تقول هو انا في الداتا سيت بتاعتي الايه ده يمثل ايه، الفاليوز هي كذا، الكاتيجوريز هي كذا، الايمج هياخدها من السيل الفلانيه. وبالتالي انت وانت بتجنريت نيو موديل هو بيعلمك، يعني كانه بيعمل لك اون ذا جوب تريننج. ف اتس امبرسيف تول في الفيجواليزيشن، وتو ويتش ليفل احنا شايفين انها بتشورت كات ليك الطريق، لان هي بتوفر لك المجهود بتاعه المقاييس الجمال المتعارف عليها ومقاييس القبول اليو اكس اللي اليوزر بيقبله. طيب احنا هنا بقى، طيب هنقول ايه، هنابلود اور داتا. تعالوا هنقول ايه ده الداتا موديل بتاعنا. بص بقى البروسيس بيقول لك ايه، هو شاف في الشيت، احنا الشيت بتاعنا زي ما احنا عارفين احنا محطوط فيه كل البيانات دي. طب انا هختار الريس موديل اللي هو فيه الداتا بتاعتنا، هو هيقول لي اي امبورت الداتا، امبورت بيبدا يمبورت الداتا، بيقول لك ايه موف تو ذا نيكست ستيب اللي هو سيلكشن بقى للكولومز. هنا اهو هو بيحاول ان هو يديتكت اوتوماتيك الليبلز اختار ايه. طيب الفاليوز بدا من الدي، انا الدي هنا عندي اللي هو شهر فبراير، لا انا عايزه يبدا من شهر ايه، من سي، عايزه يبدا من السي. طيب كاتيجوريز، احنا قلنا الكاتيجوريز انا ما عنديش كاتيجوريز within السوليوشن هي الاي اور اولسو. طب الايمج احنا حاطين الايمج يو ار ال فين، في البي. احنا عملنا كده كام خطوه، اخترنا الموديل، رفعنا الابلود الداتا، حطينا الكونفيجريشن بتاعه الفيجواليزيشن جراف بتاعنا، نقول بريفيو، طلع الموديل. اي ثينك الموديل ده اللي احنا بنشوفه يعني في 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 كورونا تم استخدام هذا الموديل في التطور الاقتصاد المصري، تم استخدام هذا الموديل. تخيل انت لو عايز تبين للناس التطور عبر الزمان لاي داتا سيت بتاعتك هتعمل ايه. وبالتالي شايفين يا جماعه احنا عملنا كام ستيب، لو كنا عايزين نعمل ده بقى باستخدام الاكسل او باستخدام بايثون كان ده ممكن يكلفنا قد ايه. هنا نقدر بقى زي ما احنا قلنا بقى نريكونفيجر كل البيانات بتاعتنا. احنا قلنا اهو التايم لاين يمشي ازاي، احنا قلنا هنا ايه السبيس بتوين باتونز، باتون سايز، تايم لاين ديوريشن 30. التايم لاين ديوريشن هو عامله هنا ايه 30 ثانيه. الجامب انا ممكن اخليه ايه هنا الجامب يمشي، هتلاقيه هيبدا يبطا، واحد هنبص نلاقيه بقى أبطأ. وبالتالي احنا ويكان يا جماعة ان احنا نريكاستمايز بقى الموديل بتاعنا according to our needs. ده كده طبعا احنا بنسميه ممكن نسميه مثلا race model خلاص كده هو اتسيف. انا برجع للبروجكت بتاعي هنا، طبعا هو موقفني هنا فين على التمبلتس، انا ممكن ارجع للبروجكتس بتاعتي. هو ريس موديل 2 تيست فولدر ده خلاص مش عايزينه، احنا ندخل هنا
ونقول له ايه ديليت فولدر. each model بقى يعني زي كل المودلز بقى اللي احنا عملناها هي the same story. خلينا نشوف هنا اديكم المثال ده برضو. احنا كنا عملنا الهيت ماب عملناها في الاكسل عملناها برضو في البايثون the same هنا. يعني احنا اخترنا برضو الداتا سيت بتاعتنا بقى هنا هي كانت الشيت بتاع البادجت زي ما احنا فاكرينه. طبعا هو في الير وفي المانث وفي المانث الانجليش وفي وخدنا الاتريبيوت بتاعنا هنا. يبقى هنا الاكس هو الاي اللي هي الير والواي هي السي هنا خدنا المانث. والفاليوز بقى اللي احنا هنعرضها هي الاي اللي بتبدا اللي في الاي اللي هو الريفينيو. فزي ما احنا كنا فاكرين لو احنا فاكرين ان كانت القيم العظمى اللي هي ايه كان في عندنا حاجات في الاكستريم اللي هي في شهر اكتوبر اللي هي كانت بتبقى غامقه زي ما احنا شايفين هنا كده. هنبص نلاقي احنا لو جينا هنا مين الغامق ده هنبص نلاقي ان هو شهر اكتوبر 22 وشهر اكتوبر 23 وشهر اكتوبر 24 اهو برضو الجراف زي ما احنا شايفين. طبعا احنا ممكن نقلل السبيسز بتاعه الجراف بحيث ان هو يفت زي ما احنا عايزين. ده كده بالنسبه للهيت ماب. نفس الفكره يعني احنا هندخل نجرب نختار اي فيجواليزيشن جراف من التمبلتس بتاعتنا ونابلاي عليها هو اللي هيقول لنا الداتا بتاعتنا نحطها فين. خلينا نقول ايه تاني البوكس بلوت. احنا كنا عملنا برضو البوكس بلوت سواء في بايثون او سواء في اكسل ذا سيم. هو هتبص تلاقي ان هو بيعمل لك بريفيو والديتا. احنا طبعا عشان انا حط الديتا بتاعه البادجت فانا اخترت الديتا بتاعتي اخترت مين انا جاست ان انا محتاج الاكس فاليو. الاكس فاليو اللي هي الريفينيو. فاحنا كان عندنا اكس تريمز في الريفينيو اللي هي الايه ال 80000 اللي احنا كنا بنكتشف دايما انها الاكستريم فاليو اللي هي خاصه بالموسم. طيب انا يعني ان اوردر تو يوتيلايز الموديل هو انا هعمل فيجواليزيشن باكسل ولا بايثون ولا فلوريش. ان شاء الله نجاوب السؤال ده يعني بعد قليل. انا حابب ان انا انظم يعني البروجكتس. طبعا احنا لو حابين ان احنا ننظمهم دول ريليتد بالديتا اناليسيس فان شاء الله نحطهم في الديتا اناليسيس فولدر. انا كنت بسال هو يعني احنا هنختار ويتش تول ان احنا نعمل داتا فيجواليزيشن. الحقيقه ده بيكون اكوردنج ل تو فاكتورز. الفاكتور الاول هو مدى قدرة الديتا أناليست إن هو يستخدم التول نفسها. فلو الديتا أناليست هو بيفيد في تيم ريليتد بشغل الديفلوبمنت والمودلز دي تو بي انتجريتد مع شغل الديفلوبمنت مع شغل الديفلوبمنت تيم هيكملوا من وراه فيفضل إن الكلام ده يبقى بديفلوبمنت تول وبالتالي بايثون وما شابهها. طيب لو الديتا اناليست ما يعرفش ديفلوبمنت فممكن يلجا بقى اختياره للتول او اختيار الاورجانيزيشن للتول بتكون اكوردنج للفيتشرز بتاعتها. فاكوردنج لي هل هي التول هتقدر تعمل كل البروسيس بتاعه الديتا اناليسز ولا هتقدر تعمل جزء. طيب هل ان انا اقدر ان انا اجمع بتوين اكتر من تول؟ يعني ممكن احنا كنا بنتكلم على اكسل عشان نسمبليفاي على الناس لكن في ناس بتستخدم باور بي اي وهو قوي جدا. طيب دلوقتي الفيجواليزيشن جرافس اللي احنا بنتكلم عليها على فلوريش دي ايه الميزه بتاعتها؟ نمبر 1 السمبلستي وبالتالي البرودكتيفيتي وبالتالي يعني الريتش بتاعها هيبقى عالي جدا وبالتالي هنا في فاليوز قويه جدا انت تقدر تبقى مبهر للناس. فلو انت قدرت ان انت تجمع بتوين اكتر من تول ده هيبقى كويس جدا. ولكن طبعا مش هنعمل كل حاجه فروم سكراتش على ايتش تول. يعني انا مش هروح اعمل احنا زي ما احنا عارفين دلوقتي الفلوريش هي فيجواليزيشن وستوري تيلينج. طيب اكسل انا يعني في الفيجواليزيشن اكيد هتبقى اقل من الفلوريش ولكن الانتجريتي. طب هنا نقاط القوة هنا الريتش بتاعها وانها يعني easy to deploy. انا بقى هنا اختار
انا لو ديسيجن ميكر، الحاجات اللي هي القويه جدا اللي في فلوريش هي دي اللي انا هستخدمها، لكن انا مش هاجي استخدم الحاجات اللي هي البسيطه زي البوكس بلوت، زي السكاتر بلوت، زي الباي شارت. هي اوريدي ممكن ان انا اعملها بشكل يعني بشكل بسيط في اي تول اخرى، ولكن انتفع بالبنفيتس العظمى اللي موجوده في التول دي. دي كده كانت اجابه يعني مختصره حوالين السؤال. ان شاء الله في السيشن اللي جايه هنشوف بقى ازاي ان احنا نعمل ستوري تيلينج. متشكر جدا.